Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat subscriber. Hura. Setan belek. Setan ngemprut. Kita basmi bersama. Oke para sahabat. Malam ini saya ada di ketinggian 3000 meter. Wah, kayak gunung aja ya. Ya, sekarang saya ada di rumah sakit. Rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan di daerah Cirebon. Rumah sakit ini terkenal angker, sahabat. Malam ini saya akan membantu warga sekitar sini mengusir hantu-hantu penampakan yang sering mengganggu warga sekitar sini. Oke sahabat, pesan saya tidak bosan-bosan agar para sahabat selalu bersolawat, karena solawat itu sangat penting bagi kita, baik buat urusan dunia maupun akhirat. Di akhirat kita berharap mendapat syafaat Rasulullah, dan di dunia insya Allah satu solawat saja sahabat bisa mendatangkan 10 kebaikan dan mencegah 10 keburukan. Jadi semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak hal buruk yang insya Allah terhindar dari kita, dan insya Allah semakin banyak kebaikan yang akan kita dapat. Jadi jangan bosan-bosan ya sahabat untuk bersolawat, agar timbul rasa cinta kita kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat, kita langsung saja keliling ke rumah sakit ini sambil bersolawat. Jangan lupa sahabat subscribe, like, komen, dan share. Ini saya tidak membawa teman, karena kalau bawa teman biasanya jurit setan tidak mau keluar biasanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل
على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدينا
الدين الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي فارفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة.